الشتوية رح تخلص، الربيع قرب، جيهانجير ما رح يقدر يشوف هذا الربيع، وحيمرق علينا من دون وجود مولانا السلطان. إن شاء الله مولانا السلطان رح يرجع قبل الربيع. بس يا سنبل أنا مو قصدي الربيع، ميرونيسا كان معها حق. بالنسبة إلي بلشت شتوية ما لا نهاية. ومن هون ورايح ما رح نعيش ولا ربيع. سلطانة سليم، بقدر أعرف سبب زيارتك يا سلطانة؟ سمو الأمير، إجا الوقت لحتى ترجع على ولايتك. أكيد بايزيد طلب منك هالشي، بده يعني يروح من العاصمة؟ هالعداوة اللي بينك وبين أخوك بايزيد عم تزعجني كتير يا سليم. رجع على ولايتك وحطوا حد لهالمشاكل. شو هالحكي اللي عم بتقولي يا سلطانة؟ طالما انك عم تدعمي لبايزيد رح يتمادى اكتر معي يا امي، والشرخ اللي بيناتنا رح يكبر اكتر. سليم، لا يا سلطانة، هو مفكرني ضعيف بس هو واهم. انا ما رح موت بعز شبابي مثل ما صار مع اخواتي. كل يلي بيحبوا يشمتوا فيني بيكونوا مبسوطين، وهذا الشيء فضلكن. أولادي اللي ضلولي عم يتعاملوا مثل الأعداء وعلى طول عم يتقاتلوا. ما كان بدي هالشي يصير يا سلطانة. ما دامك مصر خليك ليرجع مولانا، بس وقف هالعداوة اللي بينك وبين أخوك بيزيد، لأنه هالمشاكل ما رح تفيدكن بنوب. ادخل. سلطانة، ما كنت بعرف انه حضرتك هون، بعتذر على الازعاج. انا كنت رايحة على كل حال.